أعلن حسام عبد الفتاح يونس وبالنيابة عن إخوته وعن أبناء رفقاء والده أن القيادة العامة هي فقط من لها الحق بالمطالبة بحقوق هؤلاء الشهداء في المحاكم العسكرية منها والمدنية داخل ليبيا وخارجها. أكد يونس خلال صفحة رسمية أنهم لا يمثلهم أحد وإنما يمثلون أنفسهم، محذرا من يريدون المتاجرة بدماء الشهداء قريبا كان أم بعيد.